كيف كانت علاقة جدكم بالإمام آخر الأئمة، طبعا الإمام غالب بن علي الهنائي؟ يعني هل تتولى القضاء في عهده كما قلت؟ نعم. زين، تحدثنا عن العلاقة بينهما في ذلك العهد. في عهد الإمام غالب طبعا بينهم تواصل علمي. نعم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، كلفه بمهمة عظيمة. نعم. وهي إمارة الجيش الذي خرج من الشرقية لنصرة الإمام. نعم. فالجد كان أميرا للجيش. نعم. ومعه هو بمعيته الشيخ القاضي سالم بن سعيد البراشدي. نعم. فكان الجد يمرون على بعض المناطق ويستنهضون الناس للمشاركة. نعم. ولنصرة جيش الإمام، فكان الجد هو الأمير. نعم. فيعني من ضمن الكرامات التي حصلت للجد، نعم، وهو في إمرته للجيش بعدما خرجوا من مناطق بني رواحة، نعم، ينادي الجد على الجيش: هل تشاهدون شيء؟ قالوا: لا. بعد ذلك نداهم مرة، ونادى عليهم مرة أخرى، قال: نشاهد طائرة قادمة. قال: عندما تصل اضربوها. قالوا: الشيخ كيف نضربها وهو أعمى؟ وهو أعمى. نعم. وهو قائد الجيش. نعم. قال: أنا أمركم عندما تأتي أضربوها، ولا أعطوني البندقية أنا أضربها. فيقول: نحن ما استطعنا نخالف الشيخ ناصر. نعم. فيقول: عندما قربت ضربناها. يقول: راحت الطائرة شرقا ثم ولت يعني غربا، بعد ذلك ذهبت. سبحان الله. يقول أحد المشايخ: يقول: لو كنا خالفنا الشيخ ناصر ربما تضربنا هذه الطائرة. طبعا. تسقط علينا شيء من القنابل وتبيد الجميع. طبعا طبعا. ونحن في فضاء. وهو لم يقصد إصابتها، قد يكون. لا. فقط تخويفها. تخويف. نعم. بعد ذلك يقول: نحن قادمون يعني ونحن مسافرون. نعم. يقول: هل تشاهدون شيء؟ نعم. ينادي على الركب. قال: نعم، نشاهد ركب قادم. قال: هذا أتى ليخبركم بأن الشيخ إبراهيم بن سعيد العبري خرج من نزوة إلى مسقط. الله. وكان كما كان، مثل ما قال. هذه يعني كرام من كرامة الجد. أيضا يعني حقيقة أصيبت الأمة الإسلامية في عهد بنكبة ببعض الأمور في عهد الإمام غالب. نعم. فاختل الجد في بيت المتعلمين في مضيرب. نعم. شهرا كاملا كان يصلي ويرجع إلى البيت، كان يردد في اليوم الواحد يقرأ الفاتحة 1000 مرة. 1000 مرة. 1000 مرة في جلسة؟ الله أعلم، لكن ربما في اليوم الواحد. نعم. لمدة شهر كامل. فرأى في نهاية الشهر أحد الصالحين يقول له: سيكون لك ما تريد. يعني كان يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يفرج هذه الكربة عن المسلمين، والله سبحانه وتعالى استجاب لدعائه.